ويلكم باك يا جريد 1. هاي يا مس، وانا عادي اجاوب. يا مستر خليك. مين طيب اسمك ايه او اسمك ايه؟ يوسف يوسف. مكة، حاضر يا اسم يوسف. مكة. مكة. حاضر. حاسة ان انا نديت على مكة من شوية. انت جاوبتي معايا من شوية مكة؟ طيبة، لا لأ. طيبة. ماشي يا مكة. حاضر. اخر حاجة هنا كنا بنكتبها لما صاحبنا جاوب عادل او في حد جاوب، انا مش متذكرة مين بالظبط. ايوه انا كنت قافله المايك يا جريد 1، كنت قافله المايك عشان كنت كل واحد بيجاوب في غير دوره، فعشان كده قفلت. كنت بنادي على اللي هيجاوب وافتح له المايك. عادل كتبنا اخر اخر حاجه عادل، ان عادل ده يبقى البراذر. عادل هو البراذر. براذر. طيب في جيم بقى لذيذه كده عايزين نحلها سوا. إيه الجيم؟ عن الفاميلي برضو عايزين نحلها سوا. لحظة بس أجيب لها. بعد كويس المكان ده هو اللي بيرفع ليه؟ عارفين الجيم دي؟ حد لعب حاجة زيها قبل كده؟ اللي كنت عارفها. لا طب يلا بقى نلعبها سوا، واللي مش شايف الصورة قدامه يقول لي أنا مش شايف. بصي تبقى عاملة ازاي؟ يعني هنفتح ورق كده، نفتح واحدة انا عايز اسمع كمبيوتر، معايا. دي جراند بو ودي فازر. احنا بقى عايزين يلا دي يكونوا زي بعض، فاهمين؟ يعني كل واحد فيكم هيختار، يقول لي مثلا عايزه افتح دي مثلا وافتح دي، لو طلعوا زي بعض يبقى هو كسب. تمام. لازم مش تركز. عايزه اقول حاضر. كلنا ان شاء الله هنقول، يعني هنحاول نكون كلنا هنادي يا كلنا. مس، وانا كمان عايزه اقول. حاضر يا جريد وان. بس بص عايزين بقى كده ايه، عشان بس ايه نفهم بس ونعرف سوا كده، ممكن محدش يكتب على الشاشة، اللي انا هنادي على اسمه بس هو اللي يشاور بالقلم بتاعه هو عايز يفتح اي اتنين. تمام. عشان بس نفهم كلنا، يعني انا مثلا في الاول اختار مين. نوران. اتفضلي يا نوران، الشاور بالقلم كده افتح لك اي اتنين فيهم. اللي هيشاور بقلمه من غير ما نادي على اسمه مش هخليه يقول معايا. يلا يا نوران. أنا أيوه. يوسف. اتفضل يا يوسف، اختار كده يا يوسف. دي اوكي جراند با. ونفتح معاه مين كمان؟ جراند با. افتح لك دي يا يوسف. جراند با وسيستر. يا ريت نحفظ بقى، اصحابنا يحفظوا الاسامي دي موجودة فين. طيب فيجوز. اتفضلي فيروز. ركز خالص. حاضر. اسمك ايه طيب او اسمك ايه؟ حاضر. قولي يا فيروز، اختاري يا فيروز. يلا كويكلي جود وان عشان نلحق نخلصها سوا. اوكي يا فيروز. بيبي. اختاري حاجة تانية يا فيروز. طيب يلا نشوف فيروز هتفتح ايه. هنا ماذر، هنا بيبي. اوكي طيب يلا يا مليكة. يا تفتح مثل ما بقى. قلتش حاجة. حاضر. بصوا انا ماشية بالترتيب كده وهحاول كلكم اخليكم كلكم تقولوا. أنا ايه يا بس مليكة؟ عايزة أقول يا شاوري يا مليكة وانا افتحهم لك. تكشر. تكشر. أنا حاضر. جراند باي يا مليكة. أوكي. أنا عارف، بس افتح المايك. مليكة. تكشر مي. حاضر.
دي جراند ما وجراند بايا مليك. معيش. طيب ام زيزو عزت، انت اسمك زيزو بقى. أقولها أيوة ماشي. أيوة ماشي، يلا يا زيزو اختار كده. هختار دي. أيوة، واختار اللي فوق خالص في النص. دي اللي انا مش واجع عليها، أيوة، واللي فوق خالص في النص. دي أيوة بيبي ومازر. طب خلي بالكم مازر طلعت قبل كده. يلا يا ليلى، قولي يا ليلى. عشرة. اختاري يا طيب ليلى. دي بيبي طلعت شوية، خلي بالك يا ليلى. قولي في النص. كنت اضغط على عشان اعملها. دي يا ليلى ايوه احلك. لا يا ليلى مش هي. طب سارة السيد، قولي يا سارة. بس انا عايزه اقول، عايزه اخد دلوقتي جوري. بس سارة بس انا عايزه اقول طب لحظة بس عشان نعرف كلنا نقول يا جريد 1. سارة تختاري ايه يا سارة؟ دي انا اصلا ودي. جودي. دي تمام. بيبي بيبي اهي طلعت اخيرا. يا مس انا اسر قول وما يا اس، قلت. قول يا اس اتفضل. يا ليت. دي اول لميس، دي وايه كمان؟ اول يمين في تشارمي. جاوب يا اس. شطوه. طيب كيرمي اسمع مثلا، مين؟ حاضر. ولا هيكل مش هيكل ميس. ممكن اقول قول يا مروة أحمد، اتفضلي يا تترمي مروة مين؟ أحمد. مش عايزة أقول مس. ممكن تيتشر. أقول أنا مريم عصام. تيتشر ميمي. تيتشر حاضر، لا مريم في ناس عصام. طيب لسه ما جاوبوش معانا خالص. مريم أحمد. طيب إيه كان في مروة أحمد. مروة مس أحمد، اتفضلي ينفع يا مروة. أقول مريم عصام؟ مريم عصام. يلا يا مروة. أكن مي. أكن مي ماما. طيب لحد ما تيتشر أحمد ترد، ممكن مثلا انس مس. باسل. اتفضل ممكن يا انس. مس تيتشر. انس ممكن باسل. اكون مس. ممكن اقول اختار يا مس. انس. تيتشر طيب ممكن يلا يا اكون انس. بعدها. طيب انس ما ردش، خلاص ممكن ندفع قديم. طيب عشان انا مش عارفه اسر اشوف. مهمة يا مس. انا ايوه عايزة، قولي اتفضلي. ماشي، مروه احمد انا اسمي اخترت دي. فاطمة. خلاص انتي بعد مروه احمد. مروه احمد اخترت الفازر. كملي يا مروه احمد. يا تيشا انا عايزة اقول جراند ما فازر. ماشي، فين اللي كانت هتقول بعد مروه احمد؟ تيشا. واتس يور يا نيم. بس عايزة اقول يحيى. يحيى مش هينفع كده يا جريد 1، مش هينفع. بص يا جريد 1، انا هندي على الاسم ويفتح المايك ويشاور. اوكي طيب قولي مثلا يا ماسة. اتفضلي يا ماسة. ماسة نعم. اختاري يا ماسة. يلا اختاري كده بس كويكلي يا ماسة بسرعة. يلا يا ماسة بسرعة. يلا اختار ايه؟ اختار ايه؟ انتي مش مركزة في اللعبة معانا. بصي احنا بنفتح اتنين كده، ولو طلعوا زي بعض يبقى انتي كسبت. يعني انا فتحت هنا جراند بار، ادور مثلا مين ممكن تكون جراند بار هنا. اهو الحمد لله. جراند بار وجراند بار، يبقى انا كده كسبت. يلا افتحي كده ودي اللي عايزة ايه وانا افتحهولي. واحدة. حاول افتح دي. دي لا دي اللي طب قدامها. شاوري بالقلم اللي لان قدامها.
دي؟ اوكي، وايه كمان؟ ايوه دي. واللي دي فين دي بقى؟ ادلية دي؟ لا، دي؟ اللي قبليها، دي؟ اللي تحتيها. طب انا همشي عليهم ايوه كلهم. ماشي، دي اهي. لا دي جراند مام فاذر. طب نشوف حاجة تانية مثلا. مين ما جاوبش؟ ريان. اتفضل يا ريان. ريان، يلا اختار يا ريان. ريان، طيب ريان مش بيرد عليا، اختار حد تاني بس عشان وقت الحصة. اياد، اتفضل يا اياد. محمد، اوكي، دي يا اياد. ماذر، وايه كمان يا اياد؟ ودي ماذر وجراند ماذر. طب قول يا مالك، اختار يا مالك. وانا ازاي بدخل في اللعب؟ اختار يا مالك اتنين وانا افتحهم لك، فاهم يا اتنين. مالك؟ اه، يعني مثلا اختار دي وافتح معاها دي مثلا، لو زي بعض يبقى انت كسبت. يلا اختار كده يا مالك، كويكلي يا مالك، كويكلي. ماشي. انا ما اعرفش اصلا ازاي ادوس. اه، مش عارف تستخدم القلم؟ لا، انا فهمت خلاص. طب يلا كده، كويكلي يا ميدو. مالك. اوكي، دي لا برجر. خلاص. ودي فاميلي وبرازر. طيب يلا يا ماشي. دينا عم، دينا عم. دي نعم. طيب اللي مش هيرد عليا انا هختار غيره. طيب يلا يا مليكة، اتفضلي يا مليكة. مليكة، مليكة. طيب مليكة مش بترد. ماشي يا مليكة، دي افتحها لك. حاضر. ودي ماشي، مليكة قالت دي مام وجراند ما. طب قولي يا احمد ابراهيم. ماشي، دي ودي. برافو. روضة، في حد اسمه روضة؟ قولي يا روضة. روضة، مس أيوة. يحيى مس هو مس ده عايزة جايبه. أنا بس بحاول أشوف الناس اللي ما جاوبتش من أنا الأول. عايزة أقول فقول يا جودة. جودة طارق. مس أنا ويحيى، مثلا عايزة أقول يحيى ما جاوبش مس أنا طيب عايزة أقول يا حاضر. جودة، ممكن أقول يحيى،
ماشي مثلا يا جدوان، عايزة انا أقول كده هقفل المايك تاني يا جدوان. تعالوا اقول لكم على حاجه يا جدوان، تعالوا نكمل الباقيين كده نحلهم سوا، ماشي؟ نشاور كلنا بالقلم مع بعض. يلا نبدا كده اول واحده ونشوف هنفتح ايه مع ايه. كل اللي معاه اللي يقدر يشاور بالقلم يشاور ونعملهم سوا. طيب تعالوا نشوف، ناخد مثلا، مش هينفع ده كله. طيب خلاص كفاية كفاية جيد وان، عشان ما اقفلش القلم يا جيد وان. اقول لكم على حاجة، يعني اللي ما جاوبش انا كده كده ابعت لكم اللينك بتاع الجيم دي، ممكن هو ايه يلعبها، ما يلعبها لوحده هتبقى افضل. اهي فامي، ماشي. عندنا حد مثلا بيقول لنا يفتح دي مع دي؟ لا. بصوا طيب دي مع دي كده الفاضة اهي، مش هينفع كل ده يا جدوان. هما خلصوا خلاص يا جدوان، ممكن محدش يكتب تاني يا جدوان. اهي المذر مع المذر يا جدوان، واخر حاجة هنا البرازر. طيب يا جدوان اللعبة دي تبقى يعني افضل لما تلعبها انت لوحدك، انا ابعت لك اللينك في جيمز تانية لو حد يعني عايز جيمز تانية عن الفاميلي، انا ممكن ابعتها لك وتحلها انت مع نفسك. تمام. وكان في اكسرسايز تاني برضو. طيب يا جود وان، بس عايزة احنا كده خلصنا السيشن النهارده يا جود وان، ومحد اللي ما جاوبش جود وان ما يزعلش مني، لان يعني احنا عددنا كبير فبتبقى صعب ان احنا كلنا نجاوب، فاللي ما جاوبش النهارده ما يزعلش. وانا هبعت لكم الجيم اللي احنا حليناها دي عشان تحلها انت تاني لوحدك، وفي جيمز تانية ممكن ابعت لكم الجيم دي، وفي جيم تانية ابعتها لكم تحلوها انتم يا جريد وان. ايه بس احنا كده خلصنا، وانا نسيت اقول لكم اسمي في الجيم، انا اسمي مس سلمى. ايه فاللي ما جاوبش جريد وان ما يزعلش مني، يعني ان شاء الله بعد كده لو حد مكمل اخليكم تجاوبوا ان شاء الله، بس عشان كان عددنا كبير فما عرفناش كلنا نجاوب. اوكي جود. مست ايوه مست احنا كده خلصنا. حد مست حاجة؟ اتفضل مست اتفضل. انا جاوب المرة دي اما اوكي ان شاء الله. اسمك ايه طيب، او اسمك ايه؟ جمان مست جمانة. حاضر جمانة، ماشي يا جمانة. مست ايوه يا مس اتفضل، او اتفضلي. يا مست انا زعلان ايه؟ يا مس ايوه انا سامعاكم، اللي بيقول يا ميسي اتفضل يتكلم. انا اسمي جاسمين، انا جاسمين. اسمي جاسمين مش اسمي اسماء، انا اسماء ما انا دي عارف. مامتي. ماشي يا جاسمين، حفظت اسمك يا جاسمين. جاسمين مش اسماء. ماشي هبعت لكم الجيم لو حد عايز يلعبها، يا جريد وان. اوكي عايزين حاجة؟ باي باي. باي. باي باي. باي. نشوفكم إن شاء الله السيشن الجاي. Goodbye. المايك.